هتقولي ايه النهارده في انتخابات رقابه المهن؟ اقول ان ده طبعا موجود الفنانين وكل من ينتمي للنقابه للانتخاب ده مهم جدا جدا عشان بعد كده ما نرجعش نزعل. صح. تقولي ايه النهارده للدكتور اشرف زكي؟ هقول له يا دكتور اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله مبروك مقدما طبعا. على موسم رمضان هتكون متواجده معانا. اه المداح المداح ان شاء الله باذن الله. قولي قولي رسالتك لكل جمهورك بمناسبه شهر رمضان. اقولهم كل سنه وانتم طيبين ويا رب رمضان كريم على كل المصريين وكل اصدقائنا في كل مكان في العالم يعني يا رب كده رمضان شهر الكرم والخير. شكرا شكرا رانيا شكرا.